للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري. أهلا بك دكتور عبد الله. فنتحدث عن الكلام الأخير الذي كان يتحدث عن الدكتور الربيع. نتحدث هنا عن سعة سريرية وفي أجهزة التنفس لمواجهة أي حالات خطرة لفيروس كورونا تتجاوز 96% في المملكة من الاستعدادات التي لم تستخدم حتى الآن. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تفضلت أخي الكريم، تعليقا على ما أصرح به وزير الصحة السعودي هذا اليوم، أنه الإجراءات الاحترازية على مختلف الأصعدة ولله الحمد ساهمت في خفض عدد الإصابات بشكل كبير، وأخرت الوصول إلى قمة المنحنى الوبائي لعدة أسابيع، وهذا طبعا أعطى النظام الصحي وقت كافي للاستعداد، وهذا هو الهدف الأهم من كل الإجراءات الاحترازية. ورغم أننا نسجل في الأسبوعين الماضية أكثر من 1000 حالة يوميا، إلا أن الأهم من ذلك أن معدل نمو الحالات اليومي نوعا ما مستقر، بل في بعض الأيام كان هناك انخفاض نسبي، وهذا إذا قارناه بمعظم دول العالم فهو يعني يعتبر نجاح جيد جدا للإجراءات الاحترازية. أيضا هناك مثل ما ذكر معي الوزير، معدلات الوفيات لا تزال في الحدود الدنيا مقارنة بمعظم الدول، وهذا طبعا الفيروس هو نفسه في كل أنحاء العالم بنفس الضراوة، ولكن قد يكون التوسع في الفحص الميداني الموسع لاكتشاف الحالات هو العامل الأهم والحاسم. طيب، هذا الرقم قد يحدث بعض المخاوف لدى الجمهور دكتور عبد الله، عندما نتحدث بأن هناك 96% من الإمكانيات التي رصدت لمواجهة فيروس كورونا. كما تذكر الدكتور ربيع كان يتحدث عن الرقم 200,000، العدد الأقصى ما بين 10,000 إلى 200,000 حالة إصابة لا قدر الله. الآن وصلنا وتجاوزنا 30,000. هل هذا مؤشر على تغير الرقم لدى الوزارة فيما يتعلق بعدد الإصابات؟ هل نحن قريبون بشكل أو بآخر من 200,000 أم أن الرقم قد قل كثيرا خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين؟ يعني 200,000 هي تقدير لأسوأ الاحتمالات، فإحنا النظام الصحي جاهز لا قدر الله لو وصلنا إلى هذا الرقم، لكن كل المؤشرات يعني تدل على أنه إن شاء الله لن نصل إلى هذا الرقم ولا حتى إلى أجزاء منه، فالمنحنى في تباطؤ، ونعتقد إن شاء الله أنه لن يزيد معدل نمو الحالات عن الموجود حاليا، لكن يصعب يعني في تحديد الوقت الذي نقدر نستطيع فيه نقول أنه تم السيطرة على الفيروس بشكل كامل. طيب دكتور عبد الله، اسمح لي بسؤال أخير. الأرقام في السعودية أعلى بكثير من الإصابات من كل الأرقام الموجودة في المنطقة العربية، في الوقت الذي ربما تكتفي بعض الدول بإعلان الإصابات التي تصل إلى المستشفيات، أنتم في وزارة الصحة السعودية تذهبون إلى المناطق ذات الكثافة السكانية ومناطق العمالة الوافدة من أجل إجراء فحص ميداني، وبالتالي ارتفعت الأعداد. لماذا أنتم مصرين على المسح الشامل في أكثر من مكان وأكثر من منطقة في المملكة؟ نعم، طبعا الدول تختلف استراتيجيتها في التعامل مع الفيروس. المملكة العربية السعودية اختارت استراتيجية البحث المكثف عن جميع الإصابات سواء كان لديها أعراض أو لم يكن لديها أعراض، لأنه في تقديرنا هذا هو سبب نجاح كثير من الدول التي نجحت في السيطرة على الفيروس، هو عزل الحالات مبكرا وقطع سلسلة العدوى. لذلك كان هناك توسع كبير جدا في الفحوصات، الآن احنا قاربنا على 400,000 فحص تراكمي، وسنشهد خلال الأيام القادمة زيادة كبيرة جدا في أعداد الفحوصات، لأنه يعني هناك إيمان مطلق بأنه كلما بحثت ستجد حالات، بالتالي تستطيع أن تتعامل معها مبكرا وتمنع هذه الحالات من أنها تصبح بؤرة أو بيئة جديدة. فهذه أعتقد هي كانت أهم الأسباب اللي أدت أيضا إلى انخفاض نسب الوفيات لدينا في المملكة العربية السعودية، وانخفاض أيضا الاحتياج للعناية المركزة. وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، شكرا جزيلا لك.